بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله مساكم كل خير وعافية، وأهلا وسهلا بجميع فعاليات اللقاء الطبي الدولي الأول الموسوم علاج سرطان الثدي بالاختبارات الجينية والفحص بالأشعة الداخلية. هذا اللقاء تنظيم مؤسسة بي آر سي علمية مثل القسم النفسي والصحي المركزي بتكوين المرأة والطفل بالتعاون مع كلية الآداب جامعة كركوك الجامعية المغربية جامعة الدور المغرب كلية التمريض جامعة كريت كلية التمريض جامعة المنصورة والعديد من المؤسسات العلمية العربية والدولية الرصينة. هذه اللقاء به محاضرتين. المحاضرة الأولى تكون للبروفيسورة نادية قدميري، والمحاضرة الثانية للبروفيسور محمد الحكيم. يلا أصحابي الجلسة إن شاء الله. الأستاذة هجيرة شيباني من جامعة باطنة الأولى، أهلا بكم جميعا. أستاذة هجيرة معنا؟ أستاذ هجيرة إذا ما في عن مايك حضرتك. ألو، نعم دكتور، نعم الآن نسمعك، تفضلي. حسنا، المايك حضرتك. إذن بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسعدني مجددا أن أكون معكم في لقاء آخر ومع موضوع آخر ضمن اللقاء الطبي الأول مع توأمة علمية من تقديم كل من البروفيسور نادية القدميري والموسومة بالاختبارات الجينية لعلاج سرطان الثدي والبروفيسور السيد المحترم محمد الحكيم تحت عنوان دور الفحص بالأشعة التداخلية في تشخيص وعلاج سرطان الثدي. برعاية كلية الآداب الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين إنجا جامعة كركوك وتحت إشراف الأمين العام الدكتور ميثاق بيات الضيفي ومن تنظيم القسم النفسي والصحي لمؤسسة بي آر سي العلمية وبالتعاون مع مؤسسات علمية رصينة من عدة دول عربية. يعتبر السرطان المرض المعقد والظاهرة العلمية التي حيرت العالم والعلماء، ورغم الدراسات والبحوث العلمية والعالمية في هذا المجال إلا أنهم ما زالوا لم يجدوا السبب الرئيسي وراء هذا اللغز، إذ أضحى لغز السرطان أصعب من المشي على القمر على حد قول الدكتور مصطفى محمود. إذ تعتبر الخلية السرطانية من الخلايا التي لا تموت، فعمرها أبدي، ومهما طال عمرها فهي تنقسم وتتكاثر وتنقسم وتتكاثر ولا تشيخ ولا تضعف ولا تتعب ولا تموت، فهي لا يأتيها الموت إلا بعدوان من الخارج بعكس الخلية العادية. ويأتي سرطان الثدي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند النساء في الولايات المتحدة، إذ يظهر في أنسجة الثدي دون باقي الأعضاء البشرية وتختلف آثاره وخطورته حسب درجة انتشاره في الجسم. ولقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع بالدرجة الأولى إلى الكشف المبكر واتباع طرق علاج جديدة تراعي كل مريض وحالته. لهذا يخصص شهر أكتوبر بأكمله للتوعية عن سرطان الثدي دون غيره من الأشهر الأخرى، ومحاولة لتعديل عوامل الخطر لكي تكون المرأة حذرة حول التحري عن سرطان الثدي، بحيث يمكن تشخيصه ومعالجته مبكرا، أي عندما يكون أكثر ميلا للشفاء، من خلال الفحص بالأشعة التداخلية كتقنيات الفحص الجديدة والاختبارات الجينية لعلاج سرطان الثدي، والتي سوف يتطرق إليها كل من البروفيسور محمد الحكيم والبروفيسور نادية القدميري كتوأمة علمية راقية ضمن لقاء الطبي الأول لهذه الأمسية. بدون إطالة نفتتح أمسيتنا العلمية بآيات من الذكر الحكيم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نعم أستاذ هجير، ننتقل الآن إلى النشيد الوطني العراقي.
عاشت العراق الحبيبة وبلادنا العربية حرة مستقلة. أجدد ترحيبي بكل الحاضرين معنا والمشاركين، وننتقل معا إلى كلمة الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين إنجا، عميد كلية الأداب جامعة كركوك العراق، فليتفضل. مشكور. يبدو أن الدكتور لم يدخل بعد معنا، فإن شاء الله يدخل لك من كلمتين يلقيها. استمري بالله دكتورة. نعم، إذن مرة أخرى وإياكم حضورنا الكريم، نستمع إلى كلمة السيد الدكتور ميثاق بيات الضيفي، رئيس مؤسسة بي آر سي العلمية، فليتفضل. مشكور. بارك الله بك أستاذة. أستاذ الكرام، أستاذ المحاضرين، الأستاذ السجاستة، السلام عليكم ورحمة الله. سرطان الثدي بين الكتفين المعالجة. هذا السرطان هو السرطان الأكثر شيوعا بين النساء من خلال زيادة الوعي، الفص الشعاعي للثدي، والخزعة الشديدة من التكلسات. تقل نسبة الوفيات بين جميع السرطانات وسرطان الثدي بشكل كبير، وأدى ذلك إلى إدخال الاختبار الجزئي، ما أدى إلى زيادة تعرف أنواع الفرعية الأقل خطورة. من المرجح أن تكون سرطانات الثدي المكتشفة بواسطة التصوير الشعاعي ذات مخاطر بيولوجية منخفضة، مخاطرها قد تكون هي أكثر من مخاطر الأورام، لتظهر أعراضا بين الفحوصات أو التي تظهر ككتل أكلينيكية. من التعرف المخاطر المنخفضة المرتبطة بهذه الآفات والقدرة لتأكيد المخاطر عبر الاختبارات الجزئية، يجب أن يتيح بأمان استخدام علاجات أقل شدة وأقل خطورة. الأهم من ذلك آفات سرطان الأقنية الموضعية، أو كما يسمى لدينا المرحلة الأولى من الإصابة بالسرطان، وهي في حد ذاتها لا تهدد الحياة. قد تم علاج الآفات الموضعية طريقة مشابهة تلك الخاصة ببعض أنواع السرطان، ولكن هناك قليل من الأدلة التي تدعم هذه الممارسات، والتي يؤكد البعض بأنها قد أدت إلى تقليل معدل الوفيات. كل هذا نظريات من غير دلائل حاسمة، فالدلائل هنا تشير إلى أن هذه الآفات يتم علاجها بشكل مفرط. إذا يجب أن يكون إدخال الاختبار الجزئية قادرا على المساعدة بإحداث تغيير في نتيجة هذه الآفات، وإن إعادة تصنيفها كجزء من طيف الآفات عالية الخطورة يتيح استخدام نهج وقائي. مع ذلك تغيرت معدلات الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير على مدار 25 عام الماضية. إذا ارتفع الخطر من إصابة واحدة في كل 12 امرأة إلى إصابة واحدة في كل 8 نساء. هذا الكلام النساء التي يتم تشخيص حالاتهن، وهناك عشرات الآلاف من الإصابات التي لا يتم تشخيصها ولا يتم تدوينها في القوائم. بالمقابل، ظل الخطر المطلق للوفاة بسرطان الثدي كما هو إلى حد ما. هنا يجب أن يكون هدفنا ومعرفة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، واستخدام مؤشرات الخطر
تحديد نوع الفحص وتواتره. بالإضافة إلى ذلك يمكن يكون تقييم المخاطر باستخدام النماذج الحالية والناشئة كجزء من الفحص، ويجب أن نستهدف جهودنا الوقاية من سرطان للفئات الأكثر عرضة لإصابة به، فلا ينبغي أبدا أن نعمل على إتاحة الدخولات عند الاقتضاء وإبلاغ النساء بخياراتهن، لكن يجب علينا استخدام علامات الخطر الناشئة وتطويرها والمساعدة في توجيه اختبار الدخولات الجديدة، لا سيما النساء المعرضات خطر بيولوجيا الورم العدواني. ويجب استخدام الآفات الموضعية كعلامات المخاطر وأدوات تقييم تأثير العلاجات. من الواضح أن سرطان الثدي هو مرض غير متجانس، إذا يجب أن تعكس منهجنا العلاجية الاختلافات في البيولوجيا أكثر ما هي عليه اليوم. في المستقبل سنحتاج إلى تكييف توصية الفحص والوقاية تمكن من تحسين استهداف جهود الكشف المبكر، لكن في هذا اليوم نستقبل دكتورين متخصصين في أمراض سرطان الثدي ليقدمونا رؤية جيدة كيفية فحص كيفية العلاج لهذا الأمر الخطير. بارك الله بهما، بارك الله بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتور السيد الدكتور ميثاق بيات الضيفي رئيس مؤسسة BRC العلمية على هذه الكلمات والعبارات بمثابة افتتاحية لأمسيتنا العلمية. نشكرك دكتور، نجدد ترحيبنا بكل الحاضرين معنا والمشاركين، ونعود مرة أخرى إلى الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين إنجا عميد كلية الآداب جامعة كركوك العراق لتقديم كلمته، فليتفضل. مشكور. شكرا جزيلا دكتورة لإدارتك لهذا اللقاء العلمي الطبي المهم الذي يتعلق بموضوع عصري خاصة من المواضيع التي تعاني منها العنصر النسوي بالدرجة الأولى، سيما أن نجد أن الحكومات قامت بفتح مؤسسات طبية وكذلك تحسين مهارات السادة الأطباء للحد من انتشار أمراض التي تتعلق بالثدي، خاصة نجد أن موضوع علاج سرطان الثدي بين الاختبارات والجينية والفحص بالأشعة التداخلية أخذت طابعا دوليا وأقليميا، إضافة إلى الجوانب المحلية، سيما أن نجد في بلدنا العراق وفي مدينتنا هنالك حملة توعوية كبيرة ضمن حملات الحكومة الوطنية، سوف تقوم أو قامت مجموعات كبيرة من منظمات المجتمع المدني لغرض التوعية والتثقيف العنصر النسوي خاصة من بين الطالبات للبحث في هذا المجال والكشف المبكر للحد من هذه الأمراض. من جانب آخر لكي تكون العناصر النسوية الشابة أيضا من العناصر المؤثرة لذويهن، أمهات أخوات، وبالتالي هن سفراء لنشر التوعية والتثقيف في هذا المجال. أنا كان غايتي في هذه الكلمة أن أشيد بالقائمين على هذه اللقاء المبارك، وكذلك أرحب بسادة المشاركين جميعا في هذا المحفل.
أخص بذكر السادة المحاضرين، كل من فضيلة الدكتورة نادية قدميري وكذلك فضيلة الدكتور محمد الحكيم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر السادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والفنية وفضيلة رئيس مؤسسة بي آر سي لتعاونه الدائم في اختيار مواضيع التي من خلالها نستفيد منها كثيرا، لأن هذه المحافل صحيح جانب يحمل معلومات غنية ومفيدة لزيادة التثقيف والتوعية، لكن من جانب آخر نتعرف من خلال هذه اللقاءات لشخصيات مهمة تحتضنها المؤسسات التعليمية، المؤسسات التربوية، المؤسسات الطبية. من خلالها هذه الإمكانيات تكمل بعضها بعض الآخر. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر نجم الدين إنجا، عميد كلية الآداب جامعة كركوك، على كلماتك القيمة والمفيدة. والآن بدون إطالة نستمع معا لمحاضرة البروفيسور نادية القدميري والموسومة بالاختبارات الجينية لعلاج سرطان الثدي، الكلية متعددة التخصصات بتارودانت جامعة ابن زهر المغرب، وهي أيضا رئيسة الجمعية المغربية للبحث العلمي والأخلاقيات. فلتتفضلي بروفيسور. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك أستاذة، شكرا للحضور الكريم. قبل بدء المحاضرة أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل المشاركين والأعضاء، وبالخصوص إلى الدكتور ميثاق بيات عبد الضيفي، رئيس مؤسسة بي آر سي، والذي نشتغل معا في إطار شراكة بين مؤسستهم والجمعية المغربية للبحث العلمي والأخلاقيات. وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي الخاص بالتوعية بمدى أهمية التشخيص المبكر بسرطان الثدي، فقد قمنا بتحضير سلسلة من المحاضرات في هذا الإطار مع فريقنا العلمي على مستوى الوطني والجهوي، بشراكة طبعا مع كليات ومؤسسات وطنية. فشكرا لكم. أود أن أشارك فقط المحاضرة. المحاضرة واضحة؟ نعم واضحة. شكرا لكم. المرجو فقط إعلامي إذا تم انقطاع الصوت أو غياب صور المحاضرة. حسنا دكتور، شكرا لكم. عفوا. محاضرتي اليوم ستتطرق إلى الاختبارات الجينية لسرطان الثدي، خصوصا الجينات المعروفة والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي على المستوى طبعا العالمي. فكما قالت الدكتورة، سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا طبعا. فمن خلال الإحصائيات المنظمة الدولية للصحة، فهنا
فهناك أكثر من 2.2 مليون حالة تم تسجيلها في سنة 2020، وتصاب قرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهم، فهو يعتبر السبب الأول للوفيات الناجم عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت إلى حد إلى حدود سنة 2020 685 ألف حالة تقريبا. فهذه الإحصائيات تختلف من بلد إلى ثاني إلى آخر نظرا لاختلاف الدخل وكذلك الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فهناك فوارق كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. ففي البلدان المنخفضة الدخل فنحن نسجل عددا كبيرا من الوفيات طبعا لعدم توفير بعض الإمكانيات لتشخيص الأمراض مبكرا وكذلك لعلاجه في الوقت المناسب. وكذلك الدخل المنخفض فهو يحول بين المريض وبين طبعا استكمال العلاجات الخاصة بالسرطان الثدي وكذلك أنواع السرطان الأخرى، حيث يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي 5 سنوات 90% في البلدان المرتفعة الدخل، وتبقى 66% في الهند و40% في جنوب إفريقيا، وطبعا هناك نسب جد منخفضة في بلدان ثانية نظرا طبعا لضعف الدخل على مستوى هذه البلدان. للتعريف بسرطان الثدي، فهو ليس مرضا ساريا أو معديا، وهو مرض خلاف لبعض أنواع السرطانات التي لها أسباب مرتبطة بالعدوى مثل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم. ففي سرطان الثدي لا توجد عدوى فيروسية أو جرثومية معروفة مرتبطة بتطور سرطان الثدي، فهو مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعيا في الثدي وينتشر تدريجيا إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطانا غازيا وينتشر بسرعة في جميع أعضاء الجسم، وهو ما يحول طبعا بين طبعا وهو ما يصعب أكثر على المريض العلاج النهائي من المرض. أعراض السرطان الثدي، فهناك أعراض التي هي جد شائعة، وهي ظهور كتلة بالثدي أو تقشير بالحلمة، إفرازات دموية أو التهاب أو إحمرار، ألم مستمر أو تغيير بشكل الجلد. بالنسبة للعوامل أو عوامل الخطورة في سرطان الثدي، فهي تؤدي إلى الزيادة من احتمال الإصابة بسرطان الثدي وأعراضه وعلامته وكذلك تشخيصه وتحديد مراحل الإصابة به وخيارات علاجه. فنصف سرطان الثدي تقريبا تصيب النساء ليس لديهن عوامل خطر محددة للإصابة بسرطان الثدي، بخلاف الجنس أنثى والعمر أكثر من 40 سنة. طبعا ليس هناك لم يتم تحديد عامل أو عوامل وتأكيدها على أنها هي الوحيدة القادرة على أن تسبب سرطان الثدي. طبعا هناك عوامل كثيرة ولكن غير كافية لنقول أن هذا العامل أو هذه العوامل فهي كافية لكي تعرض الجسم لسرطان الثدي أو أنها تساهم 100% في ظهور سرطان الثدي. ويعتبر عامل الجنس
أنثى والسن كذلك هم من أكثر العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي. كذلك هناك عوامل أخرى منها التقدم في العمر، السمنة، تعاطي الكحول والتبخ على نحو ضار، توابق في الأسرة، يعني أن هناك حالات ظهرت. دكتور العرض غير واضح. أوكي. والصوت؟ الصوت واضح لكن العرض غير واضح، الصورة لا توجد. لأن أحد الأشخاص الحكيم محمد قام بإيبانج ليلا فوتو ديالو ولا شي حاجة بحال هكا. يحيد الكومبانيون الحكيم محمد. أستاذ الحكيم محمد، المرجو عدم مشاركة محاضرتكم الآن. دابا مزيان، دابا عاودي أستاذة ديري مشاركة ديال هذا ديالك. أوكي، سأحاول مرة أخرى الآن. نعم، الآن جيد جدا. شكرا بنتي. نعم الآن واضح. دكتور الآن في أي رقم؟ ما وصلت المشاركات الأخرى بس ما حضرتك ممكن تشاركين الشاشة. تفضلي هذا الكلام. فقط أريد فقط أن أعرف أين توقف أين توقفت المحاضرة؟ هنا؟ نعم. هنا نعم، سرطان الثدي وعوامل الخطورة. وكما قلت سابقا فهنالك عدة عوامل الخطورة التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، ولكن لحد الساعة في إطار الأبحاث العلمية لم يتم تحديد أي عامل أو عوامل خطورة والتي تؤكد أن هذه العوامل أو هذا العامل فهو كافي ويمكن أن يؤدي إلى سرطان الثدي بنسبة 100%. فهي تظل طبعا عوامل خطورة ولكنها غير كافية طبعا لإصابة الجسم بسرطان الثدي. وطبعا عامل الجنس أنثى وعامل السن يعتبرهما أكبر عاملان ويشكلان خطورة كبيرة للإصابة بسرطان الثدي. فالنساء هما أكثر عرضة لسرطان الثدي من الرجال، وخصوصا النساء الذين هم أكبر من 40 سنة. هناك عوامل أخرى مثل التقدم في العمر، السمنة، تعاطي الكحول والتبغ على نحو ضار، سوابق في الأسرة، يعني ظهور حالات سرطان في الأسرة مع درجات القربة الأولى والثانية، كذلك التعرض للإشعاعات بشكل مفرط، سجل الصحة الإيجابية، أو طبعا أخذ الهرمونات العلاج الهرموني بعد سن اليأس. وأؤكد أن هذه العوامل هي عوامل خطورة تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، ولكنها غير كافية للتأكيد غير كافية لأن أن تؤدي إلى سرطان الثدي بشكل يعني بنسبة 100%. فتظل طبعا عوامل خطورة ولكنها غير كافية ل طبعا للإصابة بسرطان الثدي. ويعد نوع الجنس الإناث طبعا هو أقوى عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي، حيث لا تتجاوز نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين الرجال بين 0.5 و1%. ويتبع طبعا علاج نفس العلاج ونفس الاستراتيجية استراتيجية العلاج لدى الرجال
التي نفس الاستراتيجية التي تتبع لدى النساء فهي نفسها التي تتبع لدى الرجال المصابون بسرطان الثدي. ويرتفع طبعا خطر الإصابة بوجود سوابق عائلية لسرطان الثدي، يعني أن غالبية النساء المصابات بسرطان الثدي ليس لديهن سوابق عائلية معروفة بشأن هذا المرض، ولا يعني بالضرورة عدم سوابق عائلية معروفة أن المرأة تواجه خطرا أقل. طبعا كما قلت بأنه عامل الوراثة أو يعني هناك أفراد من العائلة قد تمت إصابتهم بالسرطان، هذا العامل طبعا هو يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، ولكنهم لا 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 يمكن التأكيد بأنه قادر على أن يعرض الجسم لسرطان الثدي بنسبة 100%. وطبعا النساء التي لا يوجد في عائلتهن أي حالة سرطان، هذا لا ينفي أن هذه المرأة لن تصاب بسرطان الثدي، دائما هناك احتمال إصابتها بسرطان الثدي طبعا بتأثير عوامل أخرى خارجية غير العامل المرتبط بالعائلة. بشكل طبيعي نحن نرث الجينات من آبائنا، وتحدد الجينات عديدا من الخصائص الجسم بما فيها ذلك لون العينين والشعر والطول ولون الجلد. ويمكننا أن نرث أيضا الحالات والأمراض ومنها زيادة احتمال الخطر بالإصابة بأمراض عديدة منها سرطان الثدي، في حين أن غالبية حالات السرطان تنشأ بصورة عفوية، تكون بعض الحالات السرطان وراثية، ولكن هناك أغلب الحالات فهي عرضية وليست وراثية. وطبعا في حالات السرطان الوراثية فهي تشكل نسبة قليلة جدا 5 إلى 10% من حالات سرطان الثدي المنتشرة بالعالم، يعني النسبة الأكثر فهي حالات ليست وراثية. وطبعا الأبحاث العلمية لا زالت تبحث لتحديد العوامل التي سببت في ظهور سرطان الثدي بما أنه ليس هنالك عامل وراثي، أي أنها السرطان ينتج عن جينات غير سليمة مرت بطفرة تنتقل بالوراثة في العائلة من الأهل إلى الأبناء. هذا بالنسبة للسرطان الثدي الوراثي. طبعا فنحن نرث من آبائنا الجينات التي هي غير سليمة والتي تحمل طفرات، هذه الطفرات هي التي تشكل خطرا وتزيد من احتمال نسبة الإصابة بسرطان الثدي، ومثلها مثل العوامل الأخرى، فهذه الطفرات إنها غير كافية للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 100%، أي أننا حتى لو كنا نحمل طفرة هذا لكن سنصاب المرض، لأنه هو مرض السرطان الثدي فهو متعدد العوامل، هناك عامل الوراثة كما هنالك عوامل أخرى خارجية التي لازلت مجهولة. وكما نرى في هذه الصورة أنها نسبة السرطان الثدي الوراثي فهو يشكل 65% أو حتى 67%، بينما 50% فهو سرطان الذي نجهل لحد الساعة العوامل التي أدت إلى الإصابة به. ومن بين الجينات الموروثة في سرطان الثدي والتي تحمل طفرات تم تحديدها من طرف باحثين على المستوى الدولي، والتي تشكل طبعا تشكل خطر كبير للإصابة بسرطان الثدي، فهي جينات BRCA1 and BRCA2،
هذين الجينين فهم أكبر الجينات التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي بنسب مئوية مرتفعة، ولكنها غير كافية لأن للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 100%. طبعا هنالك جينات أخرى تم تحديدها من طرف الفرق العلمية، وكذلك فهي تشكل نسبة جد مهمة في هذا الإطار، يعني في خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكنها تظل نسبة طبعا أقل من نسب BRCA1 and BRCA2 الذي اللذان يظلان في قائمة الجينات الأكثر خطورة. طبعا هذه الجينات في حالة سرطان الثدي فهي جينات تحمل طفرات تم طبعا انتقالها من جيل إلى جيل آخر. وعلى النساء التي أن لديهن طفرات في هذه الجينات الرئيسية أن ينظرن في استراتيجيات الحياة من المقيهم الاستشارة في هذا الإطار طبعا للتحديد للحد من عوامل الخطورة وتتبع برنامج صحي ملائم يستهدف التقليل من الإصابة بهذا المرض الخبيث. وقلت وأؤكد أنه لا يعني وجود جين معين يعني يحمل طفرة بالضرورة أنه حتما سيتطور إلى سرطان الثدي، يجب طبعا هناك عامل الوراثة في سرطان الثدي الوراثي، ولكن هناك عوامل أخرى مجهولة لا زالت في طور البحث لم يتم تحديدها، فهي يعني تدخل في تفاعل مع هذه الطفرات، وبالتالي فهي بعد ذلك تؤدي إلى ظهور سرطان الثدي، وتزيد كذلك من احتمال الخطر به الخطر بالإصابة بسرطان الثدي على مستوى الأجيال القادمة. يزيد وجود خطأ في واحد من الجينات سرطان الثدي قائما في إطار سرطان الثدي الوراثي من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي إلى ما بين 50% حتى 85%. طبعا ستصاب ما بين 50 و85 امرأة من أصل 100 امرأة تمتلك الجين المعيب الذي يحمل طفرة بسرطان الثدي خلال حياتها، ولكن نؤكد دائما أنه هذه الطفرات فهي غير كافية لظهور سرطان الثدي بنسبة يعني غير كافية، يعني لا تشكل يعني نسبة 100%، يعني هنالك معيب هنالك طفرة فهنالك سيكون هناك سرطان الثدي، لا طبعا نجهل عدة عوامل أخرى التي تتفاعل مع العامل الوراثي وتؤدي إلى سرطان الثدي. كما قلت فبراكا 1 وبراكا 2 هم الجينات التي هي تزيد من إصابة الاحتمال بسرطان الثدي يعني بنسبة جد مهمة. هذه الجينات وظيفتها في الحالة الطبيعية فهي تقوم بتصحيح حالات الخلل وضمان استقرار المادة الوراثية الحمض النووي، وفي حين ما إذا تم تحديد طفرة أو حصول يعني حدوث طبعا حدوث معذرة حدوث طفرة على مستوى الجين BRCA1 أو الجين BRCA2 في سيؤدي هذه الطفرة أو هذا الخلل إلى تغييرات على مستوى الحمض النووي، سيؤدي إلى نشوء ورم سرطاني في الثدي وفي المبيض كذلك. شكرا نادي المايك لديك يغلق، هل المايك لو سمعتي؟ الآن؟ نعم صوت واضح. المرجو فقط تذكيري بالفقرة؟
آخر فقرة استمعتم إليها؟ نعم، كنت تتحدثين عن الجينات البشرية لبراكا 1 وبراكا 2. شكرا لك. هنا في هذه الفقرة؟ نعم نعم. نعم معذرة. فالجينات براكا 1 and براكا 2 في الحالة الطبيعية فهي جينات تقوم بتصحيح حالات الخلل وتضمن استقرار المادة الوراثية في على مستوى الحمض النووي. وفي حالة حدوث طفرة في هذين الجينين فهذا الخلل سيؤدي طبعا إلى تغييرات وراثية قد تؤدي، يعني ليست أكيدة، لن تؤدي بنسبة 100%، ما قد تؤدي إلى نشوء ورم سرطاني في الثدي في المبيض، وتؤدي إلى نشوء أورام سرطانية أخرى في أعضاء أخرى مثل البنكرياس. قد تكون الطفرة في أحد الجينين وراثية، أي إذا كان أحد الوالدين الأم أو الأب يحمل الطفرة فهنالك احتمال بنسبة 50% بأن يكون ابنه أو ابنته حاملاً أو حاملة للطفرة، ومن الممكن أن تحصل الإصابة بسرطان الثدي أو بأنواع أخرى من السرطان في سن مبكرة. ولكن أعيد وأكرر أن إذا كان هناك طفرة في أحد الجينين فهي غير كافية، طبعاً فهي تزيد من احتمال الإصابة ولكن تبقى غير كافية للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 100%. النساء الحاملات للطفرات الضارة تتواجدن ضمن دائرة الخطورة الشديدة للإصابة بورم خبيث في كلا الثديين، والخطورة الشديدة للإصابة بسرطان الثدي من نوع التريبل نيجاتيف، والذي يعتبر السرطان الأكثر شراسة والأصعب في العلاج. وهذه الطفرات فهي تم تحديدها من طرف الفرق العلمية على المستوى الدولي، وتشكل الطفرات التي تم اكتشافها على مستوى الجين براكاوان تشكل 72%، بينما على مستوى الجين براكاتو تشكل 69%. ويمكن أن يتسبب حدوث طفرة في أحد الجينين إلى تلف الخلايا التي قد تؤدي إلى السرطان. والنساء اللواتي لديهن طفرة في جين براكا 1 أو براكا 2 فهن طبعا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، طبعا إذا ما تم تفاعلهما مع عوامل الخطورة التي نعرفها، وكذلك عوامل الخطورة التي لا زلنا نجهلها. هذا لا ينفي أن الرجال لا يتم إصابتهم بسرطان الثدي إذا كانوا حاملين لطفرة في جين براكا 1 أو براكا 2، فالرجال كذلك هم عرضة للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان البروستات. ومن الجدير بالذكر أن الوراثة أو الطفرة على المستوى الجينين هي غير كافية للإصابة بالسرطان، بل هنالك عوامل أخرى تم تحديدها وعوامل أخرى مجهولة، بما في ذلك نمط العوامل الأخرى التي نعلمها فهي مثل نمط الحياة والبيئة، وهناك طبعا هنالك عوامل أخرى لا زالت مجهولة ولا زالت غامضة. يتم اختبار أو تحديد الطفرات على مستوى الجينين براكا 1 وبراكا 2 عن طريق اختبار خاص بعد الاستشارة مع طبيب أو مختص في الجينات وعلم الوراثة.
وهذا الاختبار فهو يعتمد على أخذ عينة من الدم لتحليل الحمض النووي، أو أخذ عينة من النسيج في حالة ما إذا تم طبعا الإصابة بالسرطان لتحديد هنالك طفرات على مستوى الجينين BRCA1 أو BRCA2 لتحديد هذه الطفرات، وكذلك تحديد نسبة مشاركة هذين الجينين في الإصابة بسرطان الثدي. ويعرض هذا الاختبار، طبعا هذا الاختبار لا يتم يعني لا 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 يقوم الطبيب يعني باقتراحه على المريض بشكل روتيني، فهو يعرض على أولئك المرجح أن تكون لديهن طفرة وراثية استنادا إلى الملف الطبي بما في ذلك التاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان الثدي أو سرطان المبيض. ولا تخضع النساء المعرضات لخطورة الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لاختبار الجينات طبعا بشكل روتيني. ومع تقدم التكنولوجيا والتطورات العلمية فالآن فهناك تقنيات جد سريعة ولكنها مكلفة، والتي تحدد بشكل سريع هل هنالك طفرات على المستوى الجينين. هنالك بعض النساء الغير مصابات بسرطان الثدي ولكن استنادا لمعلوماتهم الخاصة بالملف الطبي العائلي، أي أن هنالك العديد من الحالات تظهر حالات سرطان الثدي أو السرطان تظهر في هذه العائلة، فهنالك بعض النساء يقترحن على طبيبهن أن يقومن بهذا التحليل الجيني لتحديد هل يحملن طفرة على مستوى هذين الجينين. وكما قلت فالطفرات هي غير كافية، ويحاولن أن يعرفن أن إذا كانوا يحملن هذه الطفرات على مستوى الجينين، ولكن كما نقول فهو سيشكل عبء نفسي في حالة أن المرأة اكتشفت أنها حاملة للطفرة سرطان الطفرات التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، وطبعا هذه الطفرة فهي غير كافية ولكنها طبعا ستؤثر بشكل كبير تأثيرا نفسيا على هذه السيدة الغير مصابة بحد يعني الساعة بسرطان الثدي، لأن كما قلت هنالك عوامل خارجية ودخل تم تحديدها وهنالك عوامل أخرى لا زالت في طور البحث لتحديدها. وإذا فهذا التحليل إذا ما تم طبعا القيام به لدى المريضة فهذا لن يشكل طبعا عبئا نفسيا، ولكن إذا تم اختبار هذه الجينات لدى نساء الذين هم غير مصابات بسرطان الثدي وحاولون أن يعرفوا إذا كانوا حاملين للطفرة، فهنالك إذا ما تم تحديد الطفرات وجود طفرات فسيشكل عبئا سيؤثر طبعا على المستوى النفسي وكذلك المستوى الاجتماعي. هنالك عدة طرق وتقنيات جديدة لتحديد الطفرات على المستوى الجينين BRCA1 وBRCA2، وهي كما قلت فهي تقنيات سريعة ومكلفة وبفضلها نستطيع تحديد الطفرات بنسبة 90% على مستوى هذين الجينين. طبعا هنالك جينات أخرى كذلك يتم تحليلها عن طريق هذه التقنيات
العلمية المتطورة لتحديد طفرات أخرى في حالة عدم وجود طفرات جينية على مستوى الجينين الأولين بركا 1 وبركا 2. فنحن ننتقل إلى إذا ما كانت الإمكانيات تسمح بذلك فلا تحليل الطفرات على مستوى الجينات الأخرى التي تم تحديدها من طرف الفرق العلمية وتم نشرها في مقالات علمية دولية. هذه التقنيات لا تستعمل فقط لتحديد الجينات في المسؤولة عن سرطان الثدي، ولكنها فهي تستعمل كذلك لتحديد الطفرات في جينات أخرى التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض بعدة أمراض ليس فقط السرطان وكذلك الأمراض الأخرى. إذا ما تم إذا لم يتم يعني إذا لم يتم تحديد وجود طفرة في على مستوى الجينين بركا 1 وبركا 2 على المستوى الذي طبعا تم تحديده من طرف الفرق العلمية على مستوى الحمض النووي، فنحن في هذه الحالة ننتقل إذا ما يعني سمحت الإمكانيات إلى التحليل التسلسلي الكامل للحمض النووي طبعا للجينات كلها للبركا 1 وكذلك بركا 2 على مستوى الكروموزوم 17 وعلى مستوى الكروموزوم 13. وكما أقول فهي تقنيات جد مكلفة، والتحليل التسلسلي فهو جد مكلف بالمقارنة مع تحليل الطفرات التي تم تحديدها قبل من طرف الفرق العلمية والتي تسهل علينا التوجه إلى الطفرة التي نود تحديدها لدى المريض أو المريضة. في حالة ما إذا ما كانت النتيجة إيجابية، وهذا يشير إلى أن المريضة تحمل هذه الطفرة الوراثية والتي من الممكن أن تزيد فهي طبعا تزيد من خطورة الشديدة للإصابة بالسرطان وكذلك تزيد من خطورة الإصابة بالأفراد العائلة من جيل إلى آخر خصوصا من درجة القربة الأولى والثانية. في حالة ما إذا كانت النتيجة السلبية على مستوى الطفرات التي تم تحديدها من طرف الفرق العلمية، فكما قلت فهنا ممكن أن نقوم بالتحليل التسلسلي، وهذا هذه النتيجة السلبية قد تشير إلى عدم وجود طفرة وراثية تماما على مستوى الجينين أو على مستوى الجينات الأخرى، ويكون مستوى خطورة الإصابة بالسرطان مساويا لمجمل الشرائح السكانية، ولن تكون طبعا خطورة الإصابة به بنفس النسب المئوية التي يشكلها الجينين بركا 1 وبركا 2. وكما قلت فهذه التحاليل الجينية والاختبارات الجينية عن طريق تقنيات متطورة فهي تظل مكلفة، ولكنها تساعد الفرق العلمية والأطباء في تشخيص السرطان وتحديد عوامل خطورة الإصابة به، وكذلك تحديد النسبة المئوية إذا ما كنا نحمل هذه الطفرة بأي نسبة مئوية يمكن الإصابة بسرطان الثدي. هنالك خيارات سلوكية للحد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي أو لتجنبه، وتعتمد على نشاط بدني منتظم، كما الأطباء ينصحون بالرضاعة الطبيعية المطولة، تجنب الكحول والتبخ والتحكم في الوزن، وتجنب التعرض المفرط للإشعاع
وتفادي استخدام الهرمونات بشكل مطول. ولا يعني أننا إذا قمنا يعني باتباع حمية غذائية متوازنة ونمارس نشاط بدني منتظم ونتجنب استهلاك الكحول والتبغ ونقوم بالرضاعة الطبيعية ونتفادى كل هذه الأشياء أننا لن نصاب بسرطان الثدي. كذلك فبالنسبة للخيارات السلوكية أو عوامل الحماية فهي عوامل غير كافية لتحمينا بنسبة 100% من الإصابة بسرطان الثدي. وأخيرا في على مستوى بلدنا الحبيب فهنالك مخطط الوطني، المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، وهو ورش وطني تم إطلاقه في سنة 2010. وهذا المخطط الوطني يعتمد على استراتيجيات التي تستهدف الحد من الإصابة بالسرطان بما في ذلك سرطان الثدي، وتقليص عدد المرضى وتقليص عدد الوفيات على المستوى الوطني، مع توفير جميع الإمكانيات التي تمكن المريض وكذلك أقاربه من الاستفادة من العلاجات المجانية وكذلك المراقبة وكذلك تحسين جودة العيش، وهو في إطار شراكة بين وزارة الصحة وجمعية لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان. وشكرا لكم، ونذكر أن التشخيص المبكر فهو حياة، وهو الذي تعتمد عليه جميع الاستراتيجيات الدولية للتقليص من حد من هذا المرض الفتاك والخبيث. وشكرا لكم. نشكرك بروفيسور على محاضرتك العلمية والقيمة، والتي تطرقت فيها إلى أن سرطان الثدي مجموعة غير متجانسة من الأمراض، كما أشرت إلى أعراض سرطان الثدي والتي شملت إفرازات واحمرار وألم مستمر، وأيضا أن عوامل الخطورة والتي تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي مثل التقدم في العمر والسمنة وسوابق في الأسرة أو ما يسمى الشريط الوراثي، وكذا التعرض للأشعة. كما تطرقت الأستاذة والبروفيسور إلى عامل الجينات وسرطان الثدي، باعتبار أن الجينات تحدد العديد من خصائص جسم الإنسان ويمكنها أن تلف الأمراض، ومنه زيادة احتمال خطر الإصابة بسرطان الثدي. كما وضحت أن من بين الجينات البشرية التي تحمل طفرات جينية موروثة والتي تشكل خطراً كبيراً في نشوء ورم سرطاني، سواء في الثدي أو في المبيض أو في البنكرياس، مثل جينات براكاوان وبراكاتو، ومنه أن النساء الحاملات للطفرات الضارة يتواجدن ضمن دائرة الخطورة الشديدة للإصابة بهذا الورم الخبيث عفواً. ولهذا على النساء أن ينظرن إلى حالتهن بالوقاية قبل العلاج، وينظرن إلى استراتيجيات الحد من المخاطر اعتمادا على برامج علاجية للوقاية من تطور المرض، وباختبار هذه الجينات بشكل روتيني. فإذا كانت كما قالت البروفيسور النتيجة الإيجابية تشير إلى خطورة شديدة للإصابة، أما النتيجة السلبية إلى عدم وجود طفرات وراثية ومنه عدم الإصابة. ولتجنب الإصابة بسرطان الثدي علينا اتباع شرط بدني وتجنب التعرض للإشعاع وتفادي استخدام الهرمونات بشكل مطول، إلا كما قالت البروفيسور أن الإصابة بسرطان الثدي من الأمراض التي قد تصيب المرأة في أي زمان ومكان. شكرا للبروفيسور على هذه المحاضرة القيمة. أما الآن مرة أخرى نعود إلى محاضرة أخرى وبعنوان آخر، من تقديم البروفيسور السيد المحترم محمد الحكيم، تحت عنوان دور الفحص بالأشعة التداخلية في تشخيص وعلاج سرطان الثدي، كلية الطب والصيدلة بالرباط،
جامعة محمد الخامس، فليتفضل مشكور. بروفيسور، هل أنت معنا؟ بروفيسور محمد، هل أنت معنا؟ نعم 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 سيدتي الجليلة، معك. إذا مرحبا بك معنا. شكرا شكرا جزيلا، أحاول نقل المحتوى. أخذ على أنكم ترون الآن. نعم نرى ال شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة المشاركين في هذا اللقاء العلمي الهام، أينما كنتم أينما حللتم. أتقدم بادئا بشكر العميق وامتناني لمنظمي هذا اللقاء الطبي، وشكري للبروفيسور نادية القدميري على دعوتي للمشاركة في هذه المناظرة. والحقيقة أنه لأول مرة سأناظر باللغة العربية، فقد جأبت على التحدث باللغة الفرنسية أو الإنجليزية في المؤتمرات الطبية، ولبالغ الشرف والفرحة أن أشارككم في هذا المؤتمر الطبي وأحدثكم عن دور علم الأشعة والتصوير التشخيصي وعلم الأشعة التداخلية في علاج سرطان الثدي. مصطلح ذو أثر نفسي سلبي أكيد على نفسية المرأة، وأحاول أن أعوضه بأورام غير الحميدة تجنبا للأثر النفسي السلبي. فيما يخص وسائل التشخيص بالأشعة، فإنه من المعروف على أنه علم الأشعة يلعب دورا كبيرا في تشخيص وعلاج سرطانات الثدي. وقبل أن أبدأ الموضوع، أحب أن أبدأ بتمهيد لتأكيد ما قالته الأستاذة نادية القدميري عن سرطان الثدي، الذي هو ورم خبيث وفتاك، والحالات الجديدة من المصابات بهذا المرض أو المصابين، بما أنه يشمل الرجال والنساء أكيد، تفوق 50,000 حالة جديدة في أوروبا. والكشف المبكر عن هذه الأورام يحسن البقاء ونسبة البقاء على قيد الحياة، ويوفر فرصا للعلاج أكثر من الكشف المتأخر. ويسعى الفحص أو التشخيص المبكر إلى تشخيص الأورام قبل الشعور بها وقبل وجودها عن طريق الجس أو الفحص الطبي. بالتأكيد نظرا لما توفره أو يوفره الشخص التشخيص المبكر، فإن كل السلطات الصحية في بلدان أوروبا وأمريكا وكذا البلدان العربية تشجع هذا التشخيص الذي يهم النساء عموما على حسب التوصيات الأوروبية من 50 إلى 74 سنة. والفكرة أنه النساء في هذه الفئة من السن تتم دعوتها كل سنتين للاستفادة من التصوير الإشعاعي للثدي. هذا التصوير هو مدعوم، بمعنى أنه السيدات المتقدمات للفحص لا يؤدين رسوم على هذه الإشعاعات. تتم قراءة هذه الإشعاعات بطريقة مزدوجة، أي من طرف طبيبين اختصاصيين في الإشعاعات في مراكز مختلفة. وهذا البرنامج تم العمل به في أوروبا عموما منذ سنة 2003، وهذا ما يسمى بالتشخيص المبكر المنظم.
إلا أنه في غياب تشخيص منظم في بعض البلدان التي لم تصل إلى حد الآن إلى تنظيم هذا التشخيص، هناك برامج متفرقة من طرف جمعيات، من طرف مستشفيات جامعية أو من طرف جمعيات محسنين للكشف عن الأورام غير الحميدة لدى النساء بدءا من سن 40 سنة. وهناك اختلافات على حسب المدارس الطبية من أي سن يتم البدء. وعموما الفكرة هي أنه تشخيص مبكر للأورام غير الحميدة، خصوصا إذا كانت المريضة أو الطبيب المعالج جس ورم أو عقدة في على مستوى الثدي أو على مستوى العقد الليمفاوية للذراع. بعد هذا التشخيص أو الأشعة سنحصل على صور كما ترون على الشاشة، وهذه الصور هي نفسها، لأن نفس الإشعاعات نفس التقنية للتصوير الإشعاعي للثدي فيما يخص التشخيص المبكر المنظم أو غير المنظم. هذه الصور ستتم قراءتها وتخزينها على حسب ما يسمى بـ Imaging Recovery and Data System، وهو برنامج تصوير واستعادة البيانات يسمح بقراءة هذه الصور من طرف اختصاصي أشعة رغم اختلاف مكان عملهم أو تواجدهم. وهذا البرنامج يمكن أيضا من توحيد الخطاب ما بين الاختصاصيين السريريين الجراحين وأطباء النساء والولادة وأطباء الأشعة. وهناك توحيد لوصف هذه الأورام لترتيبها على حسب خطورتها وعلى حسب مظهرها الإشعاعي. لن أخذ في التفاصيل. عموما التصوير الإشعاعي للثدي يتم بواسطة جهاز، هناك مجموعة من الأنواع ومن الشركات المنتجة لهذه الأجهزة، والفكرة على أنه الثدي يوضع بين لوحين بلاستيكيين ويتم ضغطه من أجل تصويره بالأشعة السينية. أكيد على أنه امتحان أو فحص مؤلم إلى حد ما، ولكن مجبرين على هذه التقنية من أجل الكشف عن الأورام في الثدي. بعد ذلك أكيد طبيب الأشعة ملزم بتفسير وشرح التصوير للمريضة، والنتيجة تشبه ما ترون على الصورة. هناك صور أو مقطعين جانبيين للثدي تمكنان من رؤية الثدي أو مكوناته، كانت طبيعية أو كانت غير طبيعية أي مصابة بآفة. هناك أيضا التصوير بالموجات فوق الصوتية، وعموما كلنا نعلم أن جهاز توليد الموجات فوق الصوتية يمكن من الكشف على مجموعة من الأعضاء في الجسم بما فيها الثدي
ويمكن من الكشف عن بعض الآفات كما ترون في الصورة، هذه النقطة السوداء أو هذه، وعلى حسب مظهرها الطبيب الإشعاعي يمكنه أن يوجه الطبيب السريري من أجل البحث والتعميق إذا كانت الآفة مشكوك بها. التصوير المقطعي بالمساحة أو سكان سي له دور خصوصا في الكشف عن الأورام النقيلية، دور محدود جدا في الكشف عن أورام الثدي، ليس هو التصوير المناسب أكيد، لكن يمكننا البحث عما إذا كانت إذا كان الورم الخبيث بالثدي قد انتقل إلى أماكن أخرى مثل العظم أو الكبد أو الرئة أو مناطق أخرى من الجسد. التصوير بالرنين المغناطيسي أو MRI أو ERM في الدول الفرنسية النطق يمكن أيضا من مسح الثديين والحصول على صور ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد، مما يمكن من دراسة العقد المكتشفة بالجس أو بالبحث مع الموجات الفوق الصوتية وتعميق وصفها من أجل الحصول على فكرة حول مدى خطورتها ومدى خبثتها. وكما ترون في الصورة في هذه الحالة، فالتصوير بالرنين المغناطيسي قد مكن من الكشف عن هذا الورم الذي يظهر هنا باللون الأبيض في الصورة على خلاف الثدي الآخر، مما مكن من البحث وبداية وتعميق البحث في هذا الورم. كانت هذه تقنية الأشعة من أجل التشخيص. هناك تقنيات أخرى أو ما يسمى بتقنيات الأشعة التداخلية، وهي تدخل الطبيب الإشعاعي من أجل أخذ عينات من الورم المكتشف بالأشعة التشخيصية. مثلا عندما نجد ورم لدى المرأة أو عقدة لمفاوية، فيمكن لطبيب الأشعة أن يقوم بأخذ عينة بسيطة وهي مجموعة من الخلايا عبر إبرة صغيرة أو ما يسمى بتقنية الوخز الخلوي للثدي. ستمكن أطباء التشريح الدقيق من إعطاء فكرة عن نوعية الورم أو نوعية العقدة، هل هي خبيثة أم حميدة. هناك تقنية الخزع عبر مسدسات ميكانيكية أو آلية أو نصف آلية، هناك مجموعة من الآليات كما ترون على الشاشة. في هذه الحالة بعد التدخل بهذا المسدس النصف آلي، مرشدين بالأشعة فوق الصوتية، يمكننا أخذ عينة أكبر من تلك التي تسمح بها التقنية الأولى أو الوخز الخلوي بالثدي، وتسهل كثيرا على أطباء التشريح الدقيق تحديد نوعية الورم، تحديد ما إذا كانت هناك مستقبلات للعلاج الكيماوي، وتسهيل عملية العلاج بالتأكيد بعد ذلك.
هناك ما يسمى بمسدسات الآلية، وهي مسدسات تمكن من أخذ العينة بطريقة أوتوماتيكية، وعينتها أحسن بكثير من المسدسات النصف آلية كما ترون في على الشاشة. المسدس الآلي يمكن أن نستعمله لأخذ عينة من الورم مع مراقبة آنية من طرف أو بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية. هنا يمكننا أخذ العينة وبالتأكيد مراقبة ما إذا كانت هناك عواقب، إذا كانت هناك شرايين أو أوعية دموية، إذا كان هناك نزيف سنتمكن من تجنبه أو من معالجته سريعا، لأنها مراقبة آنية بجهاز الموجات فوق الصوتية. هناك طرق وتقنيات عديدة لا داعي للخوض في تفاصيلها، والمغزى لأنه طبيب الأشعة يمكنه أخذ عينات من الأورام لتأكيد خبثها ولتأكيد وجود مستقبلات العلاج الكيماوي. في بعض الحالات يفضل أطباء الأورام استئصال كمية أكبر من وعينة أكبر من الورم عبر تقنية ما يسمى الخزع بالشفط. هذه التقنية تمكن علاج أيضا بعض الأورام غير الحميدة واستئصالها جزئيا عبر مسدس نصف آلي، يمكن من استئصال جزء كبير من الورم وأخذ عينات للبحث بالتشريح الدقيق. هذه التقنيات هي متداولة حاليا في أغلب الدول العربية، وتمكن من تحسين العلاج ومن زيادة فرص العلاج الكامل للمصابات بأورام غير حميد. يمكن أيضا شفط أجزاء من الأورام أو الأورام كلها مرشدين بجهاز التصوير الإشعاعي، خصوصا فيما يخص العقد أو الأورام التي لا نراها بالموجات فوق الصوتية. في هذه الحالة يستحسن استعمال التصوير الإشعاعي من أجل أخذ عينات من هذه الأورام. تقنيات معقدة قليلا، لكن المبدأ هو أخذ عينات، وأطباء الأشعة المختصين في أشعة التداخلية يمكنهم القيام بهذه العمليات بطريقة سهلة ومتداولة. كما ترون هنا العينات المأخوذة بالشفط عن طريق التصوير الإشعاعي يمكننا تصويرها مرة أخرى للتأكد من أن الورم قد أخذ بالفعل في العينات. والدليل هو هذه النقط البيضاء التي هي عبارة عن تليفات كلسية، وهي من إشارات الأورام غير الحميدة. بعد ذلك العينات تذهب إلى مختبر التشريح الدقيق للقيام بفحصها والحصول على النتيجة التي تدل على مدى خباثة الورم.
في بعض مراكز الفحص الإشعاعي المتقدم يمكننا الخزع بالشفط تحت التصوير المغناطيسي، وهي تقنية معقدة وتستلزم تكوين خاص لطبيب الأشعة التداخلية من أجل القيام بها في ظروف جيدة والحصول على نتيجة جيدة وعينة كافية لطبيب التشريح الدقيق من أجل الحصول على التشخيص الدقيق. كما ترون هنا لدى هذه المريضة، الطبيب المعالج يقوم بشفط أجزاء وعينات من الورم تحت التصوير بالرنين المغناطيسي. العينات سنحصل عليها في هذا المجسم، ويمكن بعد ذلك تحليلها والحصول على تشخيص أكثر دقة بالتأكيد. فيما يخص النقطة الثانية، بعد الحصول على التشخيص ومساعدة أطباء الأورام على الحصول على تشخيص دقيق لنوع الورم، وجود المستقبلات ومستقبلات العلاج الكيماوي من عدمها، يمكن لأطباء الأشعة التدخل من أجل العلاج. والحقيقة أنه هذه التقنيات في تطور سريع، وتستفيد من تطور تقنية المعلوماتية عبر العالم للحصول على نتائج أكثر دقة. هناك تقنية الرماية تحت التصوير المقطعي التجسيمي. في حالة أورام لا يمكن جسها أو يصعب على طبيب الجراح الوصول إليها عبر الجس، نساعده عبر إرشاده عبر إرشاده بسلك من البلاتين، نضعه تحت التصوير المقطعي التجسيمي مباشرة داخل الورم، والجراح عليه أن يتبع مسار هذا السلك من أجل الوصول إلى الورم بأقل الأضرار على المستوى الجلدي لدى المريضة. بعد ذلك يمكن التأكد فعليا من أنه تم استئصال الجزء الذي يهم الورم عبر تصوير القطعة التشريحية. يمكن القيام أيضا بنفس العملية تحت جهاز أو بتصوير عبر الموجات فوق الصوتية. كما ترون، هذه الأدوات نستعملها للذهاب مباشرة إلى الورم وتثبيتها داخل الورم الذي سيذهب الجراح لاستئصاله بسهولة بعد ذلك. هناك عدة أشكال بطبيعة الحال على حسب المصنع، وتبقى للطبيب الإشعاعي حرية الاختيار على حسب تجربته وعلى حسب تكوينه في هذه التقنية. وأصدقكم القول على أنه هذه التقنية تسهل جدا تدخل الطبيب الجراح للوصول إلى أورام صغيرة أو أورام عميقة في الثدي أو أورام غير قابلة للجس. في بعض الأحيان يفضل أطباء الأورام البدء بالعلاج الكيماوي قبل الجراحة، والمشكل في هذه الحالة هو اختفاء الورم على مستوى التصوير الإشعاعي،
مع أكيد وجود الأشعة الخلايا السرطانية في الجسد. في هذه الحالة يتدخل طبيب الإشعاعات من أجل تحديد مكان الورم بسلكات من البلاتين الذهب الأبيض، نضعها داخل الورم. بعد ذلك يمكن بدء العلاج الكيماوي حتى إذا ما اختفى الورم، يبقى السلك محددا لمكان الأولي للسرطان. بعد ذلك يتدخل الجراح ليزيل هذا السلك مع مجال أمني حول السلك من أجل إزالة السرطان الأولي. هناك تقنية جديدة طور الاختبار، وقد بدأنا باستعمالها في مراكز الأشعة عموما في المغرب وعبر دول عربية كثيرة. هي ما يسمى بتقنية العلاج بموجات التردد الكهرومغناطيسية، وهنا الهدف هو إزالة الورم أو استئصاله عبر هذه التقنية. الفكرة، هناك مولد لموجات التردد الكهرومغناطيسية. هذه الموجات الكهرومغناطيسية ستكون مسؤولة عن تسخين لهذه الإبر التي ستعمل على حرق الورم داخل الثدي بتخدير موضعي أو تخدير عام مخفف، وهو ما يسمى بالنخر عن طريق التخثر. هذه الإبر تمكن من رفع درجة الحرارة على مستوى الورم لدرجة حرقه، مما سيسبب نخر هذا الورم أكيد، وبعد ذلك تدمير لا رجوع فيه لهذه الأنسجة. ميزة هذه الترددات هي القدرة على علاج الأورام الكبيرة بدون جراحة، من خلال إبرة واحدة أو من خلال تطبيق نظام متعدد الإبر. هي عملية تستمر عموما من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. يمكن تصوير هذا التدمير آنيا بجهاز الموجات فوق الصوتية أو جهاز المسح، وفي دقائق معدودة يمكننا حرق أورام ذات حجم مختلف. إلى حد الآن التقنية جد فعالة على الأورام أقل من 2 سنتيمتر، ويجري حاليا تقييم هذه التقنية وتطبيقها في علاج سرطانات الثدي الأكبر حجما إلى حدود 3 سنتيمترات. إلا أنه هذه التقنية تبقى محط نقاش لأنها تقنية في طور الاختبار. هذه الصفحة تمكنكم من أخذ فكرة عن كيفية تنزيل وتطبيق هذه التقنية. عموما هذه التقنية هي تقنية جد مريحة للمرأة المصابة، والفكرة على أنه هذا المولد للموجات الكهرومغناطيسية يتم ربطه أكيد بالتيار الكهربائي، وربط الإبرة التي نضعها في الورم مباشرة، وعندما نصل الجهاز بالجسم يجب عزل الذرة الكهربائية من أجل تجنب حروق على الجلد بالتأكيد.
وتسخين رأس الإبرة الذي يتجاوز في بعض الحالات 70 درجة يمكن من حرق الورم وتدمير الخلايا السرطانية على المستوى الموضعي، مما يجنب بالتأكيد المريض جراحة وتخدير عام في بعض الحالات خطير. هناك أيضا العلاج بالتبريد، والمبدأ هو المبدأ هو هو الذي استعملناه في العلاج بالترددات أو الموجات الكهرومغناطيسية، إلا أنه هنا ستكون هناك تبريد بدل التسخين، وستصل درجة الحرارة في رأس الإبرة درجة جد منخفضة إلى درجة التجمد، مما سيؤدي إلى تجمد الورم، وهي تقنية الآن فعالة على بعض الأورام التي تتجاوز 4 سنتيمترات. أخيرا الموجات الكهرومغناطيسية ذات طول قصير جدا او ما يسمى الميكروويف، هو نفس الموجات التي نستعملها في جهاز التسخين لتسخين المأكولات في البيت، وتطبيقها على هذه الإبر يؤدي الى تسخين رأس الإبرة في ثواني معدودة، مما يؤدي الى تدمير كلي للورم. وقد بدأنا فعلا استعمال هذه التقنية على مستوى المركز الذي أشتغل فيه بالرباط، ونتائجها إلى حد الآن جد جد مشجعة. تقنية تحت الاختبار، إلا أنها ستكون تقنية المستقبل من أجل حرق أورام صغيرة قبل ظهور أورام نقيلية عن بعد، أو لدى النساء المسنات اللواتي لا يستحملن التخدير العام عموما. كانت هذه لمحة عن دور الأشعة في التشخيص المبكر، في تشخيص سرطان الثدي وفي علاجه. وكما رأيتم دور علم الإشعاع ودور الأشعة هو كبير، وطبيب الأشعة يكون مع طبيب الأورام وطبيب التشريح الموضعي وطبيب العلاج بالأشعة دائما فرقة من أجل توفير أفضل الظروف وأفضل فرص العلاج للنساء المصابات بأورام الثدي غير الحميدة. شكرا على اهتمامكم، وأتمنى أن أكون خفيفا عليكم. نشكرك دكتور محمد الحكيم على محاضرتك القيمة، والتي أشرت فيها إلى دور علم الأشعة التداخلي في علاج سرطان الثدي من خلال التطرق إلى الكشف المبكر عن هذه الأمراض، والذي يحسن نسبة البقاء أكثر من خلال تقنيات التشخيص المبكر، أو ما يطلق عليها بالتشخيص المبكر المنظم، والتي يعتمد فيها الأطباء على التصوير الإشعاعي للثدي من أجل التصوير بالأشعة السينية للكشف عن عدم وجود الورم أو ما إذا ما كان في حالته المبكرة. كما تطرق إلى نوع آخر من الفحص، ألا وهو التصوير بالموجات الفوق الصوتية، والتي يمكن من خلالها الكشف عن مجموعة من الأعضاء أين يكون الكشف عن الأورام من خلال مظهرها. وكذا تطرق أيضا إلى التصوير المقطعي الماسح، والذي يمكننا من الكشف إذا ما كان الورم الخبيث انتقل إلى مكان آخر. أيضا أشار إلى نوع آخر من الفحص، ألا وهو التصوير الرنين المغناطيسي، وهدفه الحصول على صورة ثنائية الأبعاد، مما يمكننا من دراسة العقد المكتشفة في الجسم وتعميق وصفها من أجل الوصول إلى مدى خطورتها. كما تطرق أيضا إلى تقنيات أشعة التداخلية من خلال أخذ عينة بسيطة، أو تقنية الوخز الخلوي للكشف عن نوع العقد الخبيثة أو حميدة.
وأخيرا تطرق إلى الكشف أو ما يسمى بالمسدس الآلي كتقنية للفحص عن سرطان الثدي، وكلها تساعد على الكشف المبكر للسرطان ومساعدة المرأة على إنقاذ نفسها قبل تفشي المرض، وكلها تقنيات للفحص المبكر والتي تعتبر ذات فعالية مهمة في التشخيص، ومنه التدخل العلاجي يكون فعالا. وأكيد أن العلم في تطور مستمر، ونأمل أن يكون هناك علاج في أقرب الأجال يكون أكثر وأقل ضرراً وتأثيراً على المرأة. نشكرك مرة أخرى بروفيسور، والآن حضورنا الكريم نفتح مجال للنقاش لمدة 20 دقيقة، فأي تساؤل أو طرح أو استفسار يمكنكم استخدام خاصية رفع اليد لو سمحتم. نعم دكتورة فريدة رزاق، هل أنت معنا؟ دكتورة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أشكر السادة المحاضرين في هذا اللقاء أولا، وأشكر كل القائمين على هذا على هذه الورشة. سؤالين عندي في الحقيقة حاب نسألهم. السؤال الأول لأي أستاذ من الأساتذة الحاضرين يجيبنا على هذه الأسئلة. السؤال الأول في مدى تأثير الأشعة على ظهور المرض السرطان؟ ذكرتم أن أحد أسباب السرطان هو التعرض للأشعة. سؤالي ماذا عن الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي بالمرض؟ ألا ترون معي أن تكرار الفحص بالأشعة لمعرفة ما إذا كان مصاب أو غير مصاب أو احتمالية الإصابة، ينصحوا أصحاب التاريخ الوراثي مثلا كل 6 شهور بعمل أشعة أو كل سنة، ألا ترون معي أن هذا التكرار للتصوير الإشعاعي يمكن أن يسرع في عملية ظهور السرطان؟ أم لكم رأي آخر؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني في الحقيقة يتعلق في ظهور المرض. هناك على حسب المحاضرين قالوا أن امرأة واحدة من أصل 8 نساء اليوم مصابات بالمرض، عفوا نعم، اليوم هناك امرأة واحدة من أصل 8، في السابق كانت على حسب الدراسات امرأة واحدة من أصل 11 امرأة مصابة بمرض سرطان الثدي، بمعنى أن هناك زيادة في عدد نسبة المصابات بمرض السرطان. سؤالي ما هي قراءتكم لهذه الزيادة رغم الإجراءات المتخذة من طرف الدول في محاربة هذا المرض؟ وأحد أهداف مكافحة مرض السرطان هو أولا تقليص عدد الوفيات، وثانيا تخفيض عدد الإصابات. سؤالي زيادة نسبة إصابة المرأة بالسرطان، ما هو تحليلكم لهذا رغم الإجراءات المتخذة من طرف الدول؟ ولكم جزيل الشكر وشكرا. نعم نشكرك دكتورة فريدة. دكتور فريدة. محمد أو الدكتورة نادية أو البروفيسور نادية، هل يمكن الإجابة عن هذا التساؤل؟ أنا أطلب من البروفيسور محمد الحكيم الإجابة على الأسئلة لأنه طبيب مختص بالأشعة، بمصلحة الأشعة بالمستشفى العسكري بالرباط وكذلك بالكلية الطب والصيدلة بالرباط، فأظن أنه سيقوم بتوضيح هذا الأمر أكثر، فليتفضل البروفيسور محمد الحكيم. شكرا جزيلا. بالفعل هو سؤال مهم، وهذه إشكالية تعريض النساء إلى التشخيص بالأشعة إلى خطر السرطان تم تداولها ودراستها من طرف باحثين على المستوى الدولي، والعلماء اتفقوا على أنه الخطر تكون ورم بهذه التقنيات الفحص بالأشعة المتكررة
هو قليل جدا، لأنه نستعمل كميات قليلة جدا من الأشعة من أجل الفحص المبكر، ليس كما التشخيص عندما يكون هناك ورم تم جسه من طرف الطبيب أو من طرف المريضة. وعموما ميزان الريسك خطر الإصابة بالسرطان بهذه هو قليل جدا، ويمكن تجاوزه من أجل الهدف الأكبر وهو التشخيص المبكر. وكل الجمعيات العلمية اتفقت على أنه هذا التعرض المتكرر للأشعة بالفحص أكيد له دور في ظهور خلايا سرطانية، ولكن بنسبة جد قليلة، ويمكن تجاوزه من أجل الهدف الأكبر والأسمى وهو التشخيص المبكر للمرض. أتمنى أن أكون قد أجبت على السؤال. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ الحكيم. بس أقوم بدوري على الإجابة على السؤال الأول الخاص بتزايد عدد حالات سرطان الثدي بالمقارنة مع الإحصائيات في السنوات القديمة. المشكل هو أنه طبعا هناك عوامل تم تحديدها وهناك عوامل لا زالت غامضة، ولكن من بين عوامل الخطورة التي ظهرت مؤخرا وهي تشكل طبعا تزيد من حالات الإصابة بالسرطان، وهو تغير نمط الحياة، مع لما نأخذ كمثال استهلاك المبيدات. فنحن نعرف أننا الآن نعالج كل الأغذية طبعا المواد الغذائية يتم علاجها في المراحل الأولى بالمبيدات، والمبيدات والمواد الكيميائية فهي تزيد من الإصابة ليس فقط بسرطان الثدي ولكن سرطانات التعرض لسرطانات أخرى. كذلك تغير نمط الحياة السريع بما في ذلك العامل الأساسي وهو عامل القلق أو ستريس. هذا العامل الذي يشكل من أكبر العوامل التي تزيد من ارتفاع حالات عدد سرطان الثدي وكذلك السرطانات الأخرى وكذلك الأمراض الأخرى بما فيها مرض السكري الغير وراثي وأمراض عديدة. كما قلت عوامل تغير نمط الحياة واستهلاك مواد كيميائية، مواد غير طبيعية، اعتماد نمط حياة غير طبيعي، وكذلك مما يشكل خطورة على صحة النساء اللتين هن أكثر عرضة لسرطان الثدي من الرجال، ولا زلنا نجهل بعض عوامل أخرى من غير طبعا من غير الطفرات التي لا زلنا نجهلها، وهي التي زادت كذلك من تزايد حالات سرطان الثدي بما فيها هناك طفرات. أكيد أن هناك طفرات جينية على مستوى جينات أخرى لا زالت في طور البحث من طرف العلماء. عفوا أستاذة قدميري، أوافقك القول في كل ما تفضلتم بتفسيره. وحقيقة أنه التعرض لمواد مسرطنة هي من أكبر الآفات التي تتعرض لها المرأة حاليا، ويتم اكتشاف كل يوم مواد مسرطنة للثدي. من خلال المؤتمر تم للعمل على الآلات
الآلات المستعملة من أجل الطباعة. هناك مادة جد مسرطنة للثدي، وقد بدأت الدول المتقدمة تفرض على النساء العاملات في الطباعة والعاملات في الأسواق، ويستعملن هذا التذاكر المطبوعة بهذا الحبر استعمال واقيات لليد من أجل إنقاص الحد أو الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا حتى هو مشكل كبير، ويفسر إلى حد ما ارتفاع نسب السرطانات لدى النساء في سن مبكر. وعموما هناك مواد مسرطنة كثيرة مستهلكة عن طريق الأكل أو عن طريق اللمس، وكلها اختبار من أجل تحديدها مستقبلا. شكرا. نشكرك دكتور بروفيسور محمد الحكيم والبروفيسور نادية القدميري على هذا التوضيح. والآن الدكتور ميثاق معنا. دكتور ميثاق. نعم دكتور، بارك الله بك وبارك الله بالأستاذين الفاضلين، قدموا وقت ما قدموا. سؤالي هو لحضرتكما، لماذا يحدث الثدي؟ ليس السؤال لماذا يحدث بالذات، لكن في الكثير من النساء اللي نعرفهن البعيدات بالكامل عن كل الأسباب اللي تدفع الإصابة، في وقاية كبيرة يطبقونها كل التعليمات المذكورة في الكتب الصحية عند الأطباء ثم اتباعها، لكن تحدث إصابة بورم السرطان. ما الحل؟ ولماذا يحدث؟ وإن قلنا بعد الإصابة، قلنا للمريض أنت يا مريض لم تتبع الوقاية الصحيحة يا هذا المرض، لذلك وصلت به، ألا يعد هذا تنمرا طبي؟ بارك الله بكما. بروفيسور محمد الحكيم، هل من إجابة تساؤل دكتور ميثاق؟ سأحاول الإجابة على دكتور ميثاق، وأترك الفرصة أيضا إلى الأستاذ القدميري. أكيد على أنه الوقاية من أو اتخاذ عوامل الوقاية والحذر من أجل الإصابة بالسرطان تحد من الإصابة به جزئيا، وستنقص من الخطر. إلا أنه كما شرحت الأستاذة القدميري في تدخلها لا تمنع 100% خطر الإصابة، فالأسباب الجينية جد معقدة. وعلى فرض على أن الوقاية المتخذة كانت هي الوقاية الأمثل، فهناك عوامل لا نعرفها بعد، وهناك تأثيرات جينية غير مفهومة إلى حد الآن، مما يفسر الإصابة رغم عوامل الوقاية. أتمنى أن أكون قد أجبت على السؤال دكتور ميثاق. شكرا بروفيسور على التوضيح. معنا الدكتورة نعيمة عثماني. دكتورة. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شكر موصول للجميع وللأساتذة المحاضرين على هذه المعلومات القيمة، ونحن في الشهر الوردي للكشف عن سرطان الثدي. أشارت الدكتورة في محاضرتها
عن عامل القلق، ألا ترون بأن نمط حياة المرأة تغير وبالتالي أصبحت أكثر عرضة للإصابة لمختلف الأمراض من بينها سرطان الثدي؟ كذلك كيف يعني هل من توضيح فيما يخص سرطان الثدي بحكم أنه يصنف ضمن الاضطرابات السايكو عفوا ذات المنشأ النفسي، ذات المنشأ النفسي لمرض بسيكوسوماتيك؟ يعني هنا لماذا السرطان يختار الثدي في جسد المرأة، لماذا لا يختار عضو آخر بحكم أن كما قلت معذرة سرطان الثدي يصنف ضمن الأمراض يصنف ضمن الأمراض سيكون معذرة يصنف ضمن الأمراض البسيكوسوماتية، وشكرا. بروفيسور محمد الحكيم، هل أنت معنا؟ أنا معكم سيدتي. هو في الحقيقة هو أشكر الدكتورة العثماني نعيمة على السؤال. هو في الحقيقة هو الموضوع جد معقد. هذا الضغط أو ستريس النفسي هو عامل أكيد من العوامل المسرطنة في الجسد لدى المرأة لدى الرجل وفي جميع الأعضاء عموما. على حد علمي على أنه سرطان الثدي ينشأ بنوعين من الضغط، الضغط النفسي أو العصبي سيكون عامل غير مباشر، عامل مساعد أو محفز بتوفر ظروف عضوية أخرى أكيد جينية أو ما يسمى بالضغط العضوي لدى النساء بسبب باستعمال مواد معطرة تحت الإبط، باستعمال مواد مسرطنة عن غير قصد كالحبر الذي تحدثت عليه أو بعض المواد المستعملة من أجل التنظيف، وكذا عملية الحلق بطريقة غير صحية. كل هذه عوامل الضغط أكيد كرونيك دائمة على الثدي. ولدى النساء لو الحاملات لتغيرات أو لطفرات جينية استعداد أكبر لظهور السرطان. مرض بسيكوسوماتيك ومرض نفسي أكيد لا أظن. سرطان الثدي هو سرطان ومرض عضوي أكيد وله مكونات عضوية، ولا أظن على أنه ينشأ بعامل الضغط النفسي مباشرة. عامل الضغط النفسي أكيد عامل محفز أو عامل يزيد من خطر الإصابة. وشكرا. شكرا بروفيسور. أي تساؤل لحضورنا الكريم أو استفسار أو غموض؟ عفوا سيدتي، هناك سؤال على الشات، سؤال حول كيف نفرق ما بين أورام حامدة وأورام غير حامدة. كما أشرت في المداخلة هناك برنامج يسمى IRATS Imaging Recovery and Data System باللغة الإنجليزية، وعندما نطبقه على الثدي يسمى بايراتس لأنها بي بريست بالإنجليزية.
وقد تم الاتفاق على مجموعة من العناصر لوصف العقد أو الأورام التي نجدها في ثدي المرأة. وهذه هذه هذا الوصف يمكن من تحديد مدى خطورة أو مدى الشكوك حول خطورة الورم بطبيعة الحال عن طريق الوصف بالتصوير الإشعاعي. سيبقى دائما وصف وليس تأكيد مطلق. هناك أورام تظهر محدودة في الشكل، ليست لها امتدادات، لونها في الفحص بالموجات فوق الأشعة غير غامق. هناك تفاصيل أخرى لا أود الخوض فيها. وتمكن طبيب الأشعة من تحديد مدى خطورتها من 0 إلى 6. عموما 0 عندما لا نكون متأكدين من طبيعتها، 1 عندما نكون متأكدين من طبيعتها الحميدة، أو 2، 4، 5 عندما تكون أو يكون شكل الورم جد مشكوك فيه. يبقى التأكيد هو التشريح الدقيق بالتقنيات التي تحدثت عنها، بمسدسات نصف آلية وآلية خاصة نقوم بأخذ عينة، وطبيب التشريح الدقيق هو الذي يمكننا من القول إذا كان الورم خبيث أو حميد 100%، لأنه يقوم بتحليل الخلايا وشكلها وتنسيقها، وهو الفحص الوحيد الذي يمكن من الجزم بأن الورم حميد أو خبيث. وشكرا. أنا أريد إضافة معلومات بالنسبة لسؤال الدكتورة نعيمة، أو لا أتذكر الاسم، أعتذر، بخصوص لماذا يظهر السرطان على مستوى الثديين، ولماذا هو يظهر بشكل كبير لدى النساء أكثر من الرجال، وكذلك على مستوى الثديين. كما ذكرنا أن هناك من بين عوامل الخطورة هناك عامل القلق أو ستريس، وهذا العامل هو عامل جد مهم، لأنه إذا ما تم تعريض الجسم للقلق بشكل دائم وبشكل مستمر لن نعمم، لأن هناك أشخاص يتعرضون يوميا للقلق ولا يصابون بأي مرض، ولا بسرطان ولا بأمراض أخرى. ولكن هناك حالات التي تتعرض للستريس الدائم، والجسم يقوم بإفراز شوارد حرة على مستوى الخلايا. هذه الشوارد الحرة اللي غادي كوليب، هذه الشوارد الحرة هي تقوم بإتلاف الحمض النووي، يعني تقوم بكسره أو بتغيير بعض الأحماض الأمينية على مستوى الدي إن إيه، وبذلك فهو بذلك نرى أنه تطور سرطان داخل نسيج ما. كذلك طبيعة النسيج، طبيعة نسيج الثديين هي كذلك، فهي لن نقول بأنها تحفز على طبعا ظهور سرطان الثدي، لأن هناك كذلك عامل الهرمونات لدى النساء، والذي يزيد من ارتفاع الإصابة بسرطان الثدي على مستوى
التدين، لأن على مستوى التدين كذلك يكون إفرازات هرمونية، وكذلك على مستوى المبيضين بالنسبة لسرطان المبيض، لأن كذلك هناك الغاز يكون إفرازات هرمونية. ونحن نعرف من بين عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي وكذلك المبيض فهي الهرمونات، وكما أشرت أنه النساء اللاتين يستعملن الهرمونات في ما بعد سن اليأس، هذا قد يعرضهن بشكل طبعا مستمر، قد يعرضهن للإصابة بسرطان الثدي. شكرا على التوضيح. معنا الدكتور إبراهيم مراد، هل أنت معنا بروفيسور؟ معكم معكم أنا معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت واضح؟ نعم واضح. الشكر موصول للقائمين على هذه الورشة العلمية العظيمة وهذه المعلومات القيمة التي جد استفدنا منها كثيرا، وحقيقة إضافة لكل ما هو مستمع وحاضر في هذه الورشة. شكرا للدكتور على هذه المعلومات، ولكن أنا سؤالي سريعا، هل يعد استئصال الكتلة الورمية خيارا لجميع الأشخاص المصابين بسرطان الثدي؟ هذا سؤالي الأول. وهل التدخل الجراحي في كل الحالات مهم؟ وهل يحدث مضاعفات، يعني في كومبليكيشن من التدخل الجراحي إذا ما تدخلنا لأخذ عينة مثلا من الورم السرطاني بالرحم وأخذنا عينة لفحصها، هل هي حميد أم هي خبيث؟ هل ده ليه تأثير على انتشار المرض أم هو لكل لحالات وحالات لا؟ شكرا على الاستماع. نعم شكرا دكتور. سأحاول الإجابة على بعض الأسئلة على حسب معرفتي. في الحقيقة هناك أطباء جراحون مؤهلون أكثر الإجابة على هذا السؤال. المبدأ في علاج الأورام هو الجراحة. الجراحة هو العلاج الوحيد الفعال. كل ما هو علاج كيماوي أو علاج حرق أو غيره تبقى علاجات جانبية أو مساعدة، لكن العلاج أو الفرصة الوحيدة لاستئصال الورم للعلاج هو استئصال الورم، هذا متفق عليه في الطب. السؤال الثاني هو استئصال الثديين كوقاية من الورم. عندما يكون هناك سرطان ثدي عائلي ليس له مستقبلات للعلاج الكيماوي، استئصال الثديين يبقى عامل وقاية ضروري وواجب. أكيد هناك بعض النساء لا يفضلن القيام بهذا ويفضلن المراقبة، ولكن ليس هذا بالحل الأمثل. فاستئصال الثديين يقي النساء، وأخص بالقول النساء اللواتي ينتمين إلى عائلات يحملن الجين المسرطن وليس لهم مستقبلات للعلاج الكيماوي. أتمنى أن أكون قد أجبت على بعض وشق من هذه الأسئلة. الجزء الثاني والسؤال الثالث كان يهم الأشعة التداخلية. عندما نقوم بأخذ عينات من الأورام ليس هناك أي خطر الانتقال عن بعد أو الانتقال الموضعي. التقنية أساساً تقنية معقدة بكثير مما أشرت في المداخلة، يجب احترام
المراحل التقنية ومراحل الوقاية لتجنب العواقب كالنزيف أو التعفن، وعموما ليس هناك عواقب انتقال أو ظهور أورام نقيلية بعد أخذ عينات من سرطان الثدي. هناك سرطانات مثل على سبيل الثقافة الطبية مثل سرطانات الكلي لا يمكن أخذ عينات منها بسهولة لأنها لها عواقب مضرة وجانبية وخطر ظهور أورام نقيلية. أما فيما يخص الثدي فليس هناك أي خطر. شكرا. أشير فقط إلى أنه يوم 25 أكتوبر سنقوم بتقديم محاضرتين، وهنالك ستكون محاضرة من طرف طبيب مختص في علاج السرطان، وسيجيب على الأسئلة الخاصة بالعلاجات، يعني سيجيب بإجابات أكثر توضيح طبيب مختص في علاج السرطان، وسيتكلم كذلك عن المستجدات العلاجية المستعملة في الوقت الحالي، كما أنه ستكون هنالك محاضرة من طرف باحثة ستقوم بتقديم عوامل الخطورة بشكل مفصل في إطار بحث علمي قد قمنا بنشره يعني في هذا الوقت، يعني في سبرينجر، في مقر في دار النشر سبرينجر، في إطار بحث علمي مشترك بين الباحثين. بالتأكيد دكتور محمد أمين شاد أخصائي الأورام مؤهل أكثر للإجابة على الشق السؤال المتعلق بالعلاج أستاذة قديمة. نعم، شكرا بروفيسور. الآن معنا دكتور. الوقت انتهى. إذا نشكر كل من البروفيسور محمد الحكيم والبروفيسور نادية القدميري على هذه التوأمة العلمية القيمة، والتي نتمنى أن تتكرر في جلسة علمية أخرى إن شاء الله. كما نشكر الحاضرين معنا ونتمنى أن نلتقي في مواضيع أخرى وفي ندوات أخرى. والآن نعيد الكلمة للدكتور ميثاق بيات ليختتم جلستنا العلمية بكلمة ختامية. بارك الله بك يا أستاذ الجيرة، أشكر التقدير لحضرتك إدارة كافي للمسلقة، شكرا جزيلا لك، بارك الله بك دكتور نادي دكتور الحكيم، بالفعل أبدعوا، قدموا لنا نظرة جديدة حول مرض السرطان، حول كيفية التعامل معه، حول كيفية الوقاية، بالفعل كان لقاء علمي غني بالمعلومات، ونتمنى من حضراتكم زودونا من الفات الباور بوينت للمحاضرين اللي قدموها لكي ننشرها لتعمل فائدة للجميع بإذن تعالى. يوم 25 لدينا لقاء علمي طبي ثاني مع فريق الدكتورة نادية، بإذن تعالى سيكون معنا دكتورين مسؤولين بتفاصيل أدق عن مرض السرطان، وننتظر دورة حضراتكم معنا وشهادة هذا اللقاء إن شاء الله يوم غد في قناة المؤسسة في التليجرام، سيتم نشرها جميعا. نلتقي مع حضراتكم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، يومي 18 و19 أكتوبر لدينا مع دكتورة عثمانية إن شاء الله دورة عنوانها اختبار إدراك عالي، سيكون هذه الدورة من يومين ثلاثة والأربعاء إن شاء الله. بارك الله بكم جميعا. في الختام أتمنى من الله أن يحفظكم، يحفظ رقباكم وأهاليكم وشعوبكم من هذا المرض الخطير، وأتمنى لكم بالأخير ليلة سعيدة ومباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.
ليلة سعيدة لك وللجميع. شكرا، وفقكم الله.